موبيليس معا نصنع المستقبل. صباح الخير مجددا مشاهدينا الكرام. إذن بالنسبة للوضعية الجوية، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب لهذه الصبيحة تشكل الضباب نحو المناطق الشرقية. نطلب الحيطة والحذر من الإخوة السائقين خاصة متجهين نحو المرتفعات ومنطقة الأوراس. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا على كل هذه المناطق، سحب سفلى عابرة. الرؤية ستتحسن تدريجيا خلال الظهيرة بحول الله مع الإشراقات الواسعة التي ستعم أيضا السواحل الوسطى الغربية كذلك الهضاب الوسطى. خلال الظهيرة احتمال تشكل بعض السحب الرعدية نحو الهضاب الغربية. أجواء أيضا شبه رعدية نحو مناطق الجنوب الغربي، احتمال لتساقط بعض الأمطار الرعدية المحلية خلال أواخر النهار. تبقى أجواء مشمسة تماما بشمال الصحراء بالجنوب الشرقي، ودائما سحب من النوع العالي ستخص مناطق أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والطاسيلي. فيما يخص الحرارة القصوى، تبقى دائما أهم عنصر يميز حالة الطقس. ستعرف ارتفاع نحو المناطق الغربية 37 درجة، هذه المرة ستكون كأعلى مقياس بمدينة تينمسان في حدود 36 بمعسكر غليزان، 35 درجة بوهران في حدود 28 درجة أقول بالعاصمة، 27 درجة بتيزي وزو بالبويرة بالبيض والنعامة، 25 درجة ببجاية بجيجل وعنابة، 24 درجة بقسنطينة، ما بين 35 إلى 37 درجة هذا على شمال الصحراء الواحات ومنطقة الصورة. تبقى مرتفعة نوعا ما بأقصى الجنوب الشرقي في حدود 39 درجة، تنخفض بمرتفعات تمن راس لن تتعدى 34 درجة طبعا تحت الظل. أما بتندوف بأدرار بتميمون بالمنيعة بإن صالح كذلك ببرج بجي مختار وإنجزام، الأجواء هنا ستكون حارة ما بين 40 إلى غاية 45 درجة طبعا تحت الظل، إضافة 4 إلى 6 درجات تحت الأشعة الشمسية. بالنسبة لحالة البحر خلال نهار اليوم، سيكون هادئ تماما نحو السواحل الغربية، رياح ضعيفة تماما. على السواحل الوسطى تكون هناك بعض التموجات مع رياح ضعيفة من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، تأتينا ضمن تيارات غربية شمالية غربية تدور إلى غربية تماما بسواحل الشرقية. هنا البحر سيصبح كثير الاضطراب مع رياح تشتد إلى غاية 60 كيلومتر في الساعة. جولة خاطفة الآن إلى بعض عواصم شمال قارة أمريكا. أمطار ستميز كل من موريال ونيويورك، الحرارة ما بين 22 إلى 24 درجة. أمطار أيضا بميامي مع 30 درجة، أجواء حارة نوعا ما. فانكوفر أجواء باردة وغائمة مع 16 درجة. أجواء مشمسة على باقي العواصم، الحرارة تقارب 21 درجة بكاليفورنيا، 27 درجة بمدينة واشنطن ومكسيكو، وترتفع إلى 36 درجة على مقياس بدالاس. نعود إلى أرض الوطن. على مستوى العاصمة وقت الغروب لنهار اليوم سيكون في حدود الساعة 7 مساء و57 دقيقة، ودائما تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، نهاية أسبوع موفقة للجميع. العودة إلى زميلتي حياة بعد الفاصل.